القعدة تحت الزيتون بتسوى الكرة الأرضية، القعدة تحت الزيتون بتسوى الكرة الأرضية. لو كل العالم لاموني ويا حبابي ظلمتوني، أنا قعدي تحت الزيتون بتسوى الكرة الأرضية، وقعدي تحت الزيتون بتسوى الكرة الأرضية. الزيتون وإلها عنوان معروف لكل الإخوان، نزلت في نص القرآن تأمن إلنا الزيتية. السلام عليكم ورحمة الله. أخي الكريم، بالنسبة لموضوع عصر زيت الزيتون، العصر عدة مراحل بيتم. أول شيء بيجي الزيتون بينزل على السحاب، السحاب بيرفعه للمغسلة غسالة، بتخزن الزيتون، بتصفي الأحجار لتحت والوراق فيه لشفاط بيشفطة، بعدين بيطلع على شيء اسمه جاروشي. هاي الجاروشي مهمتها درس الزيتون، تمام، ليصبح عجين دريس، وبينزل منها على المعاجن. المعاجن للتخمير بيختمر فيها الزيتون بين 20 إلى 30 دقيقة، تمام، بدرجة حرارة معينة بين 40 و60 درجة حرارة، تكون درجة حرارة المعاجن. بعدين بيتقل إلى آلة الديكنتر. هاي آلة الديكنتر بتشتغل على الطرد المركزي اللي هي عبارة عن الدوران، تمام. فهاي بعملية الطرد المركزي بيطلع الزيت أول شيء، بعدين المي تبعية الزيت أو بيسموها الزبار، بعدين تفل البيرين، تفل الزيتون أو البيرين، تمام. الزيت اللي بيطلع من الديكنتر بيروح لآلة اسمها الفرازي. الفرازي، تمام، بتصفيه من الشوائب ليطلع الزيت صافي، بصير جاهز للاستخدام البشري. شكرا لك استاذ.